كرة محاولة من جهة اليسار لنادي أربيل، كرة خطيرة، جول! هو لؤي صلاح يصلح المباراة، يعيد المباراة إلى التعادل. هدف الفريق في الدوري العراقي، هو في الآسيوية يظهر، ويظهر الجمهور العراقي بهدف التعادل. من متابعة جميلة الآن العمق، وظهر العمق الهجومي بعد أن غاب في الشوط الأول، والتمريرة الرائعة من أحمد ثم للؤي، وعلى أتم وجه، ولم يصدق لؤي هذه الكرة التي جاءت على طبق من ذهب ليهدي نادي أربيل هدف التعادل، لكن التمريرة أروع.